بيوتيوب حيكون مشاهدينا من وين ما كنتوا عم بتشوفونا، واكيد بندعيكم للانضمام لنا لمتابعه حلقه اليوم مع ضيوفنا، فقراتنا ومواضيعنا المنوعه والغنيه والخاصه باجواء عيد الميلاد. كمان بدي رحب بزميلتي لين. هاي لين. هاي عفاف، كيفك؟ الحمد لله، كيفك انت؟ تمام الحمد لله. وانا كمان بدوري بتوجه تحيه كبيره لكم مشاهدينا من وين ما كنتوا عم بتابعونا. يعني عن جد ما في احلى انه نشوف كل اللبنانيين مبسوطين فرحانين وعم يهتموا بالتحضيرات لليله الميلاد، ولكن قلبنا اكيد بيفرح اكثر بكل اللبنانيه برا يلي انجازاتهم عن جد عم ترفع الراس. اليوم راح نكون باتصال عبر سكايب مع المغنيه اللبنانيه الامريكيه يلي مرشحه لجائزه جرامي اوورد، وهي ايضا بتكتب اغاني ومقيمه بلوس انجلوس كاليفورنيا. خلونا سوا نرحب بميسا كرعة من لبنان. هاي ميسا. هاي، هاو ار يو؟ دغري من لبنان عم نسلم عليك عبر سكايب، شو اخبارك؟ Very good, thank you. Thanks for having me. ميسا، انت بال 2007 انتقلتي على بوسطن ورجعتي كمان على لوس انجلوس. اشتقتي للبنان؟ كثير. قريبا؟ رح نشوفك قريبا بلبنان ان شاء الله؟ ان شاء الله بالصيفيه hopefully. لكن انا وعدنا فيك ميسا انه نشوفك بالصيفيه. ميسا، بس هيك لنعرف اكثر المشاهدين عنك، انت خريجه بريستيجوس بيركلي كوليدج اوف ميوزك ان بوسطن، وهي اكبر واهم جامعه ودرستي غناء وتاليف، وانت ايضا بجولات عالميه مع اهم المغنيين. خبرينا عن هالتجربه وهالجولات اللي انت فيها. من بعد ما تخرجت من بيركلي كوليدج اوف ميوزك، حبيت انا ببيركلي حبيت اكثر اني اتعلم ديفرنت كلتشرز، ديفرنت ميوزك، تعرف العالم عن ثقافتي وعن موسيقتي واتعلم موسيقتهم وثقافتهم، وهالشيء خلاني انه اكون بارت اوف ديفرنت بروجيكتس بعده لغات بعده بلدان، وكثير هذا الشيء بيساعد الواحد انه ينمي ثقافته الموسيقيه، ينمي افاقه، يكون في انفلونس بالميوزك من عده من عده بلدان ومن عده كلتشرز. بلشت اعمل تورز، بالاول بلشت بامريكا، عملت تور بالموسيقى العربيه بين امريكا وكندا. I also toured بايطاليا مع باسكوالي اسبوسيتو، تينور تلياني، عملنا فيلم سوا هلا بنحكي عنه. وكمان I toured in Serbia, in Amsterdam. ودائما بحمل اسم لبنان عالي بقلبي، واكيد I make sure انه الكل يعرف انا من وين وموسيقتي من وين وقديش موسيقتنا غنيه وحليله. ميسا، شو رايك نشوف مقاطع من الاغنيه نحن وياكي ومنتابع حديثنا؟ يلا يلا. عن حياة التنور الإيطالي أنريكو كاروسو، يا ريت تخبرينا أكثر عنه، وين تم تصويره؟ تم تصويره بنابولي بالأمالفي كوست. كان اكسبيرينس عن جد بتعقد، لأنه عم نكرم ليجند مثل أنريكو كاروسو، وأنا كوني مش تليانية كان كمان فخر لإلي بعد أكبر إني أنا أكون بارت أوف ذيس أوف ذيس برودكت أوف ذيس دوكيومنتري. وهلا صورنا واحد جديد كمان، I just shot it in September، وراح ينزل على تلفزيونات بأمريكا بمارتش وأبريل، وهذا الدوكيومنتير كمان هلا عم بينعرض على شاشات بأمريكا بكل السيتيز بأمريكا. بس غريب ميسا إنه نشوف اليوم شخصية إيطالية عم تكرم من قبل لبنانية.
مضبوط. هي شغله صارت بتضحك شوي، بتحكتني المانجر تبع باسكوالي وقالت لي انه في هيدا الدوكيومنتري اللي عم نعمل، قلت لها اكيد انه ما بدكم حدا تلياني يعمل الدوكيومنتير، انه it doesn't make sense تعملي do you want the gig or not، ما بفهم، ما حدا عم بيعرف انك مش تليانيه و it suits you very well. so كنت كثير مبسوطه اني كنت part of the project، وكان العمل عن جد كثير حلو وانا كثير مفتخر. ميسا يعني من لهجتك ما قدروا حتى عرفوا انه انت لبنانيه، يعني قد ايه انت محترفه بغنائك وبلهجتك وبادائك. بالنسبه لي هي الاهم من انه الواحد يتعلم اللغه، هي الكالتشر تبع الثقافه تبع كل هالبلدان. يعني بسربيا وقت غنيت كمان ان سربيان، هي اكثر من كيف الكالتشر از ريبريزنتد، اتعلم اكثر عن ثقافتهم، عن هن ليش عم بغنوا هالاغاني، ليش بيوقفوا هيك، ليش بغنوا هيك. هيدا الشيء بالنسبه لي هو تشالنج. هلا يمكن باللغه ما بيعرفوا، بس انا اكيد بحرص على انه الكل يعرف انه انا لبنانيه. أكيد هذا فخر لنا كلنا، خاصة أنك عم ترفع اسم لبنان أكثر وأكثر. ميسا، الأماكن التاريخية اللي صورتوا فيها ريت تذكري لنا أهميتها، وليه هالأماكن بالذات لشو عندها رمزية لها الشخصية الإيطالية اللي عم تتكرم؟ إليكو كاروسو ربي بنابولي، وزرنا الكنائس اللي هو ربي فيها، زرنا الكونسرت اللي البياتزاز اللي هو غنى فيهم، كل المحلات بإيطاليا. يعني we made sure إنه نقطع بهالمحلات ونفهم العالم أكثر قصته شو هي، ونحكي عنه هو والأشياء اللي قطع فيها، وأكيد نكلمه بموسيقته ونخبر قصته قد ما فينا بالطريقة المضبوطة والحلوة عنه. ميسا، قد انت كمان فخوره وبتشعري يمكن باحساس حلو لما تكوني عم تغني مع تينور مثل باسكوالي اسبوسيتو؟ كتير، اكيد اكيد، دائما انه I have to feel what I sing، لازم حس، يكون الاحساس اهم شيء، اكون مبسوطه مع العالم عم بشتغل معهم، حس انه في انسجام، حس انه في بوزيتيف انرجي، بالنسبه لي هذا اهم شيء، ومبسوطه انه هالشيء عم بيصير معي مع العالم اللي عم بشتغل معه، بشتغل انوف ان اقدر لاقي التيم المضبوط يلي هو اكيد بنبسط اشتغل معه، التيم يلي بيساندني، التيم يلي عنده سبورت مهم حولي. بفتكر هذا الشيء اهم شيء للميوزيشن، لانه نحن وي ار فيري سنسيتيف، وبنحكي من قلبنا وبنغني من قلبنا، وبدنا دائما هالدعم من العالم اللي حولنا، وما حدا عم بيقصر معي، وانا كثير يعني ام لوكي وام فيري هابي تو بي وير اي ام توداي. والعلامة الناجحة انه هالاحساس المرهف يلي بتتمتعوا فيه انتو الفنانين، لسيما انت ميسا عم ينقل للمستمع وللمشاهد، هيدي هي الرسالة يلي بتكون توصلوها. بال 2014 اخذوا صوتك ميسا على فيلم امريكان هاستل لاغنية وايت رابت، وسميت لجائزة جرامي، وقالوا لك غنيتك اجمل من النسخة الاصلية، خبرينا. ذكروها بالLA Times actually، هي الغنية White Rabbit، هي it's a rock classic in the 60s، هي غنية لجيفرسون ايربلين، وعملوا فيرجن عنا بالعربي لهذا الفيلم American Hustle يلي فيه عديد من البيج ستارز مثل برادلي كوبر، ايمي ادمز، جينيفر لورنس، كريستيان بيل، وكمان ببين بالفيلم روبرت دينيرو 5 دقائق عم بيحكي عربي. ومشان هيك هيدا السين كانت كثير مهمة، لانه كانت التيرن اوف ايفنتس بالفيلم كمان، this is when the song plays. وانا كثير كمان بفتخر انه الغنيه قطعت بالعربي، لانه بهوليوود مش هينه اكيد ينزلوا غنيه بالعربي ويحطوها بفيلم مثل هيدا. هذا الشيء اللي بالنسبه لي كان 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 انجاز وفخر لي ان يكون عم بعمله. من بعدها I toured with them، غنيت بدبي فيلم فيستيفال، انتقل الفيلم على عدة cities بالعالم، والساوند تراك got nominated to the Grammys، وانا كثير مبسوطه انه اوريدي عندي نومينيشن على ساوند تراك اشتغلت عليها، وهذا الشيء بيعطيني اكثر سبورت ودعم لاقدر اكمل بالاشياء اللي عم بعملها. خلينا ميسا نشوف غنيه الفيلم وبنرجع كمان نتابع الحديث معك.
يعني ميسا من بعد ما هلا سمعنا صوتك هون بتقولي كمان انت بتوافقين رايي انه هون اجمل من النسخه الاصليه صوتك؟ ما لا ما فينا نقول هيك. انا بالنسبه لي هي الاوريجينال سونغ اللي خلتني اكيد اني اعمل ماي اون فيرجن اوف ات. اتس ا ديفرنت ستايل وكل الدنيا ازواق واللي بحب شيء يمكن غيره ما بحبه. انا اللي بشتغل عليه اني ادي الشغله من قلبي وغنيها على طريقتي ما اتقلد حدا. وبالنهاية يعني إن شاء الله المسج اللي عم جرب وصله إنه يتوصل بالطريقة اللي أنا حابة أوصلها. ميسا كمان مش هاي انت اليوم التحدي اللي عندك اياه، مش انه اليوم تفرجي انه انت بتغني بعدة لغات، وانما بدك تفرجي صورة لبنان الحلوة ان كانت بثقافته بحضارته وبفنه. مزبوط. اكشلي هذا هو المسج تبعي بالموسيقى، لانه يعني للاسف العالم عندها فكره مش كثير حلوه عن الشرق الاوسط، ومش وبفتكر انه اتس مور اباوت ignorance، انه العالم ما بتعرف نحن قديش بلدنا حلوه، قديش موسيقتنا غنيه، وقديش نحن مثلهم، نحن بنظهر بنسهر بننبسط وبننبسط بعد اكثر من ما هن بينبسطوا هون. هذا الشيء كمان انا بحب انه خبر العالم عنه قد ما فيه، وخلال موسيقتي كمان اني اعرف الموسيقى النكهه العربيه على الموسيقى الغربيه. هذا الشيء رح يكون بالبومي اللي عم بشتغل عليه هلا، يعني hopefully would be released بين فبراير ومارش. هني الحان وكلمات انا عم بكتبهم، بحب اني اكون انا داخله بكل الكرييتيف بروسس تبع الاشياء اللي عم بعملها، مشان هيك الاشياء بتاخذ اكثر وقت، بس الاحساس بيكون اكبر لانه عم بيجي هالشيء من قلبي عم بشتغل عليه انا مع التيم تبعي يلي اصحابي والعالم اللي عم بشتغل معهم يلي they are very positive around me وبحبه وعم بيفهموا المسج اللي انا بدي اوصله. ان شاء الله انه العالم تحب اللي عم بعمله، وان شاء الله يتأدب بالطريقه اللي انا حابه، يتوصل بالطريقه اللي انا حابه اوصلها، لانه اكيد هذا الايم تبعي اني اعرف العالم على 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 لبنان، على على العالم العربي بالطريقه الاجمل يلي انا بقدر قد ما فيني اجملها ووصلها بحقيقتها، واللي هي كيف ما هي وكيف انا لبيت وكيف انا بشوف لبنان بعيوني. يعني راح يكون اللغه يلي راح تتبعيها هي اللغه العربيه اللبنانيه الانجليزيه؟ بالبومي هلا رح تكون بالانجليزي، انا بغني كثير بالعربي كمان، بس البومي هون بده يكون بالانجليزي لانه بدي العالم كمان بامريكا سبيشلي وبكل العالم يفهموا انا عن شو عم بحكي. رح تكون الانفلونس اذا بدك النكهه العربيه بالموسيقى بعد اكثر من بالكلمات. في كم غنيه رح يكون فيها امبروفيزيشن، بس هي مينلي بالانجليزي لتقدر تتوصل اكثر انترناشونالي وكل العالم تفهمها وتريليت تو ات اكثر واكثر. اللغة الإنجليزية بنفحة وروح لبنانية. طالما عم نحكي عن لبنان، قد ايش صار لك ما جيتي على لبنان؟ وقد ايه مشتاقة تجي؟ كثير مشتاقة اجي، هلا مش رح اقدر اجي، بس بالصيفية وفلي بجي و I will share my album with everyone. ما سمعنا منيح، قد ايه صار لك ما جيتي؟ من صيفية الماضي. من صيفية، ما صار لك زمانك، ما زمان كثير، ما فينا نعتب عليك كثير ميسا. نحن بنشتاق لك واكيد انت بتشتاقي لبلدك. ميسا كتير مهم الدمج اللي عم تعمليه بين الموسيقى الشرقية والغربية، وهذا الشيء كمان كان واضح بختام مهرجانات أبو ظبي اللي صارت العام الماضي. مزبوط، الدمج دائما موجود عندك. ايه اكيد، لانه نحن كمان بلبنان كثير وي ار انفلونس باي ذا ويست كمان بالغرب، وهالشيء هو انا مش عم جرب اخلق شيء منه، انا مزيج بين كمان ميوزيكلي وادكيشن، مزيج بين ديفرنت جانرز، وحبيت كمان انه ابين هالشيء بموسيقتي. بابو ظبي كان الكونسرت عن جد كونسرت كثير حلو، وكان معي فرقه actually Grammy nominated icons من أمريكا، كانوا أول مرة بيجوا على العالم العربي. كل واحد دقيق مع ويتني هيوستن، ماريا كاري، برينس، بوب ديلان، يعني كان عن جد كان إلي فخر عن جد إنه يكونوا معي بهذا الإيفنت. وكمان تلاميذ كانوا معي ببيركلي كوليدج أوف ميوزك من العالم العربي، كان كنا كلنا باند كبيرة بين
Arabic instruments ورock instruments وهالتبادل بين الموسيقى الغربية والموسيقى العربية كان عن جد بعائد على ستيج وهالشي كمان بحمسني انه شوف قدي في اعمل بالاشياء اللي عنا اياها وقديش فيني خلي العالم تتسمع على موسيقتنا على النكهة على الانفلونس الحلوين اللي عنا اياها نحن بالميدل ايست خلي العالم اكتر تعرف عنا وتحبها قد ما نحن منحبها. ميسا هلا ما عم بتقولي انه ما كثير بتطولي غيبتك عن لبنان خاصه انك اخر مره كنتي بموسم الصيف يعني بموسم المهرجانات والحفلات، خبرينا انت كيف بتشوفي مهرجانات لبنان وحفلاتها وليه انت ما بتكوني جزء من هالمهرجانات يلي بتستقطب عدد كبير واسماء كبيره من العالم الخارجي؟ ان شاء الله قريبا. انا دائما اكيد I support a lot of musicians وبحب كثير انه يعني I appreciate arts مشان هيك يعني بفتكر هذا الشيء اهم شيء للموسيقى انه يكون اكثر listening to other people نستوحي من الاشياء اللي غيرنا عم بيعملوها واكيد to support other people. اكيد بحضر مهرجانات وصحبه مع كثير عالم بلبنان وبحب ان شاء الله انه اجيب الالبوم تبعي واني غني بلبنان سنه الجاي وسمع العالم يلي اكثر شيء قريبين على قلبي العالم اللي اول شيء بفكر فيهم وقتها بشتغل حيا لشيء الاشياء اللي عم بعملها وان شاء الله اكون على حسن ظنكم I hope to be there very soon. نوعدنا فيكي ميسا خلص بالصيفيين على الرد. ميسا خلينا نشوف بهالفيديو الصغير غنية من الكونسرت اللي صار بأبو ظبي. ميسا نحن بدنا نتشكرك على هالمداخلة اليوم معنا، نتمنى أكيد نشوفك صيفية جاي عنا بلبنان وفعلا نحن بنفتخر فيك لأنه من خلال أكيد صوتك والأغنيات فعلا عم ترسمي برا أو عم تفرجيهم للعالم صورة لبنان الحلوة. في أي شيء بتحب تختمي فيه معنا ميسا؟ Thank you. أول شيء بقول Merry Christmas للكل وإن شاء الله يعني كل هالأعياد تكون حلوة ونكون كلنا مجتمعين ويكون في peace بلبنان ويعني كلنا بنعرف we know how to celebrate in Lebanon. هذا الشيء اللي بحس إنه غير عالم يمكن بغير محلات ما رح يعرفوا يعملوها قد ما نحن بنعرف نعملها وأنا كثير مشتاقة please stay in touch with me, follow me on social media. I'll be posting a lot of things. One, this surprise is a new collaboration رح تنزل جمعة الجاي and I hope you enjoy it. Thank you so much. Thank you لك ميسا. أكيد نحن حنكون متابعين كل أخبارك وموفقة بكل المشاريع اللي حتقومي فيها وميري كريسمس كمان لك. Thank you لك ميسا. مشاهدينا بريك صغير ومنتابع. The weather outside is frightful But the fire is so delightful And since we've no place to go Let it snow, let it snow, let it snow